كما شيع في العاصمة صنعاء جثمان اللواء الركن علي الجايفي واللواء الركن أحمد مانع والمساعد فهد القانص الذين استشهدوا في مجزرة القاعة الكبرى. وداع الأبطال ليس كمثله وداع، له أكثر من دلالة ومعنى. إباء وشموخ ارتسم على محيا الحاضرين للتشييع للواء الركن علي بن علي الجايفي ولواء الركن أحمد مانع والمساعد فهد القانص الذين نالوا شرف الشهادة باستهداف العدوان في القاعة الكبرى. مناقبك قيادته وشجاعته وإنسانيته وأخلاقه ونبله، رجل خاض غمار الحروب وانتصر فيها، خاض الأخلاق وانتصر فيها، كان إنسان بكل معنى الكلمة وانتصر فيها. وهذا شوف عندما ترى الناس بهذا الحزن العميق على هذا الهامة الوطنية الكبيرة. رحم الله كل الشهداء، شهداء الصالة الكبرى وكل الشهداء الذين سبقوهم دفاعا عن اليمن، عن كرامة الشعب اليمني، رحمهم الله جميعا وشفاء كل الجرحى. مناضلي سبتمبر وأكتوبر ومن قدم التضحيات للوطن الذي تعرض لها كوبد من الأحرار الشرفاء، نسأل الله أن يتلقاهم بالرأفة والرحمة، إنه على ما يشاء قدير. موكب جنائزي مهيب وحضور جماهيري كبير شيع به أولئك الأبطال إلى مثواهم الأخير وسط حزن بارك للمشيعين الذين تذكروا مناقب الشهداء وأدوارهم البطولية. أول مشى وبعد يعني الوسلة وبعد دخل العمالقة وبعد يعني نقل الحرس الشرقية وبعد يعني الحرس الجمهوري رحمهم الله. فهؤلاء من القيادات الكبيرة في اليمن، فرحمة الله عليهم وهم خسارة على الوطن بأكمله. فنسأل الله من الله الرحمة وجميع الشهداء الذين راحوا في الصالة، فهؤلاء خسارة على الوطن، فهم من قدموا من خيرة الذي قدموا واجب في هذا الوطن. كانوا أيضا مع اللواء علي بن علي الجايفي اشتغلوا، فكانوا من خيرة الأبطال في والصمود في القوات المسلحة، فكان أحمد ناجي منع الله يرحمه من خيرة رجال التدريب. هذا الرجل الوطني الوحدوي الذي آثر على نفسه البقاء إلى جانب الوطن والقيام بمهامه ومسؤولياته تجاه المهام المناطة به. قيادات من أبرز القيادات غادرت الوطن تاركة خلفها شعبا يتوعد بالثأر ممن ارتكب المجزرة. فاليمني لا يمكن أن تثني الغارات العدوانية عن الأخذ بالثأر. سوف نكون تحت حسن ظن قيادتنا السياسية بالدفاع عن هذا الوطن الغالي والانتقام لهؤلاء الشهداء من أعضاء الوطن. أهلا وسهلا، وفي اليوم هذا لا نعزي نفوسنا وإنما نعزي الشعب كامل ويعتبر الفقيد فقيد الوطن. قدماه لم تترك جبلا من جبال اليمن إلا وكانت حاضرة فيها شخص علي بن علي الجايفي في كل أنحاء اليمن، كل أبناء اليمن أسرته وكل أهداف اليمن أهدافه، لم يكن يوما ملكا لأحد بل كان ملكا للشعب. هذا الجمع الجماهيري لهو دلالة على حجم الحب الذي حصل عليه أولئك الأبطال في مشوار العطاء الذي لن يتوقف باستشهادهم جراء الغارات العدوانية. عاشوا عظماء في حياتهم وغادروا كرماء بعطائهم الذي سيخلده الوطن جيلا بعد جيل. محمد جميل، اليمن اليوم، صنعاء. إلى ذلك شيع أبناء نهم جثماني العميد محمد عايض عبد العزيز.